باي بتشكل ثورة بعالم العملات الإلكترونية، لأنها على عكس العملات الإلكترونية الأخرى غير مرتبطة بسعر الصرف. العملات الإلكترونية الثانية مرتبطة دائماً بانخفاض وارتفاع سعر الصرف، لكن مينا باي حلت هاي المشكلة من خلال تصميم عملة إلكترونية هي المينا كاش، اللي رح تكون توفر دائماً استقرار بقيمة هاي العملة، لأنها دائماً مرتبطة بقيمة $1. واحد مينا باي هو يساوي $1، وهذا راح يضمن دائما قيمة ثابتة لهي العملة، وراح يحل مشكلة عدم الاستقرار بأسعار الصرف، وهذا الشيء راح يسهل العملية على التجار والمستهلكين لهي العملة.